guest for now is Amir Sharif from Wasl. Amir is the co-founder and CEO of Wasl. I'll continue the introduction in the format of a question, actually. Amir, you are the CEO of a platform that recruited more than 50K people in Egypt and more than 4K companies. It's the first tech company that joined 500 startups from Egypt. And it got the largest Series A funding in Egypt, and it has more than 70 employees with a positive cash flow. How did that happen? Well, this is the end result. If you had Hadena doesn't speak Arabic. مش مشكلة يمكن بالعربي. يعني مش نتكلم مع ربع في العربي مش بس فده يعني اللي احنا وصلنا له دلوقتي بس احنا بقالنا يعني خمس سنين in very long story trying to connect people looking for jobs من الشركات واحنا ابتدينا من 2010 كان في الاول اخذنا كان كسبنا في مسابقة في إتيدا بزنس بلان كومبيتيشن وخدنا انكيبيشن سمارت فيلج وقعدنا نشتغل على بلاتفورم تو كونكت بيبل وذ جوبز احنا كنا شايفين الاوبورتيز في مصر عامل ازاي اند وي لونش قبل الثورة في 2011 باسبوع ات واز يعني فيري ديفيكولت ما كانش يعني النت فصل وشركات ما كانتش بتهاير فترة طويلة فترة يعني it was a very long story of يعني perseverance بنحاول نكمل لغاية ما عرفنا يعني نبلد يعني success to get this يعني types of funding and then يعني be able to do this impact. I heard that you were actually you were a lot of growth at some point. So yes. How did it happen? هو من يعني من ثلاث سنين كده عشان يعني الفاندنج الاولاني اللي اخذناه في الانكيبيشن كان ابتدى يخلص وكنا لسه يعني واحد احنا اتاخرنا جدا في ان احنا نلونش للماركت فبعد ما عملنا لونش كنا محتاجين فاندنج عشان نعمل ماركتنج نعمل حاجات كثيره يعني اخذت مننا يعني وقت كتير فالفاندنج خلص فتره يعني مثلا على 2012 اضطرينا نعمل سوفت وير سيرفيسز على الجامعة عشان نعرف نسستين وبعدين في فتره خاصة ما قدرناش نكمل ف اي واز يعني وي ديسايدد تو شوت داون الشركه وكان معايا كو فاوندر اضطر يمشي وانا كمان كنت بدور على شغل اكشلي قابلت كذا حد تحت كان ماكنسي كنت بانترفيو هناك فكنت يعني بانترفيو وسافرت دبي في انترفيوز وكده بس يعني I was rejected يعني ماكنسي بقى بتوع مانجمنت كونسلتنج فكانوا قالوا لي ان انا محتاج فورمال بزنس اديوكيشن اللي هو اخر ام بي اي وكده عشان يعني بس فيعني I was rejected هناك فبس فيعني فقلت اكمل شويه وبعدين الدنيا مشيت وبدرت انها تبقى يس طيب when you started in Egypt, there was like a regional players in the space of the online recruitment. About Bait was there since mid-90s. Yes. How was the competition when you won, when you started? Well, when we started, بصراحة ما كناش عارفين Bait أوي. ف Bait موجود يعني regional وفي players تانيين regional كتير بس في مصر ما كانش فيه لسه حد dominant player. انا شخصيا اتخرجت من الجامعه ما كنتش عارف ادور على شغل فين كان ستيل معظم الوظايف بتتحط من خمس سنين في الاهرام والبرنتد نيوز بيبرز ف ما بصيتش قوي على الكومبيتيشن عشان كنت شايف ان في بروبلم في الماركت ذاتس يعني unsolved and we need to solve it يعني you think that the Egyptian market is big enough actually to contain more than one player in that sphere? هو في بلايرز كتير بس احنا احنا في مصر يعني الناس اللي بيفكروا ان احنا يعني لازم يطلع في الجلف ونسيرف في ماركت السعوديه والامارات احنا 90 مليون واحد فاحنا كبوبيليشن احنا اكبر من كل البلاد اللي في الجلف والكومبايند فماركت كبير جدا
والريجنال بلايرز مهما عملوا يعني احنا برضو عندنا ميزه في مصر ان يعني ميزه للشركات ان احنا نقدر نوبريت في كوست اقل بكتير جدا من الريجنال بلايرز. فاسعار الريجنال والجلوبال بلايرز عاليه جدا على الشركات اللي في مصر وما عندهمش اون ذا جراوند بريزنس قوي زي اللي احنا يعني بنعمله. That leads me actually to the next question, which is your plan to expand usually. Do you think that you can add a your stake in Egypt because you know the market very well? You know, you're Egyptian basically and you operate from here. Are you planning to actually take it further beyond the borders of Egypt? في في طبعا plans ان احنا expand regional. معظم الشركات في مصر بيبقى الهدف بتاعهم هم يجوا regional. في بعض الحاجات makes more sense, حاجات اللي بتبقى محتاجه ناس clients يعني with bigger paying ability, فدي definitely بيروح على طول regional. احنا we have plans to go regional بس still الوضع في مصر في كميه challenges كبيره جدا يعني ممكن يعني لسه يعني مشكله البطاله ومشكله الشغل والشركات في مصر كل الشركات لغايه دلوقتي بيكومبلين ان مش لاقيين ناس يشتغلوا والناس بيكومبلين مش لاقيين وظايف. دي المشكله ما اتحلتش لسه ففي كتير ممكن لسه نعمله في مصر قبل ما نفكر ان اكسباند الريجن. طب هي المشكله اساسا هم الناس مش لاقيين شغل والشركات مش لاقيه ناس تشتغل بس is there a problem beyond this matchmaking process that's not happening ولا يعني I believe there are many problems on a grassroots level that become the gap between the educational system and the job market. Are you thinking about doing something to address that challenge in specific to make your job easier as a job manager? Definitely at the grassroots level, definitely the education we have. في مشاكل كتيره جدا معظم الجامعات الحكوميه اللي هي معظم الخريجين منها مفيش كارير ادفايزنج سيرفيسز فالناس بيبقوا مش عارفين يروحوا يشتغلوا فين او يدوروا على شغل فين. فديفينتلي في يعني مشاكل في يعني في الكور في الاول اللي هو الناس لسه طالعين. احنا ديفينتلي في حلول المفروض تتعمل بس احنا وير تيكينج ات فروم يعني توب داون ان احنا من الشركات اللي في الماركت اللي محتاجه في الاندستري محتاجه تعين ناس معينين دول اكتر ناس مستعدين يدفعوا عشان الناس دول يبقوا مؤهلين يبقوا متعلمين كويس. فاحنا وير تيكينج ذس ان شاء الله يعني باكورد ان احنا نرجع للجامعات ونرجع ممكن بعد كده حتى للمدارس ولغايه تحت عشان في الاخر كل السيستم التعليمي في الاخر عشان واحد يطلع يشتغل. فلو طالع في الاخر متعلم حاجات مالهاش اي علاقه بالسوق العمل فما مالهاش معنى يعني. يعني ريجن ابرود بروبلم بيسكلي. عندنا اعتقد مشكله اكبر شويه من الريجن. Going back to the number of people in the population, مبروك وصلتوا 90 مليون قبل كم يوم. طيب انا I'll give the rest of the questions to the floor actually. I'm done with my questions. I will engage the audience. Do we have a mic to give to the audience ولا الصوت عالي؟ طيب yeah, okay. طيب who has question? Amir. Please, the gentleman with white shirt. كنت عايز اسالك ازاي انت البرودكت سوفت وير از سيرفيس يعني من ناحيه الشركات يعتبر اساس بس انت طب ازاي وصلت للتسعير المناسب في للبرودكت بتاعك يعني تمام ولو في قول لي لو في بتمونتايزو من ناحيه الموظفين كمان لا احنا سو فار الشركات بس هم اللي بيدفعوا والبرايسنج دوت احنا يعني نزلنا ببرايسنج في الماركت وقعدنا نجرب حاجات كتيره جدا يعني في اول ست شهور من ساعه ما عملنا لونش وابتدينا يعني اول مره نبتدي مونيتايز مع الشركات يعني في الاول كنا نازلين كومبليتلي فري للشركات قعدنا فتره كبيره جدا فري كنا المفروض نبتدي نتشارج الشركات بدري بس وانس ابتدينا نتشارج الشركات ابتدينا يعني نفهم الناس بيفكروا في ايه وقعدنا في اول ست شهور غيرنا البرايسنج بتاعنا 20 مره تقريبا كل شويه بنظبط
بلانز اسعار مختلفه, نزود الاكسس بتاع كل واحده, نقلله, نسويتش حتى مكانهم على الويب سايتس, البلان الكبير على اليمين او الشمال بتفرق الحاجات دي في البرايسنج. فلا يعني في كان في اكسبيرمنتيشن كتير, وفي الاخر الاستراتيجي بتاعتك انت في الماركت, انت عايز بتوبتمايز للريفينيو او بروفيتابيلتي, فانت هتعلي الاسعار, بتوبتمايز للماركت شير, ناس كتير جدا يستخدموك فبتقلل الاسعار. ف بس فدي كلها فاكتورز في اخذناها في الاعتبار يعني. More questions. طيب انا عندي سؤالين. اول سؤال, when you had this experience, انت سافرت دبي and you had this decision to shut down the organization and then you got rejected and then you went back وبدأت تشتغل تاني, ف I need to see او تقول لنا highlights على الفترة دي, ازاي turning point حصلت, ايه الفاكتورز اللي كانت بتخلي المكان had to be shut down, وايه الفاكتورز اللي خلت يحصل turning point فيها. الحاجة التانية is your اخر funding that you had, from the global perspective, how people are perceiving the startups in Egypt, the factors that make them they're interested, they're not, the execution side, the idea أكتر, the operational أكتر, the ROI أكتر. يعني عايزك تحكي لي على experience دي أكتر شوية. تمام. السؤال الأولاني, إحنا كنا يعني هنقفل عشان كنا بنا كتير قوي, الكاش عندنا قليل, we had salaries to pay. اضطرنا نعمل شوية يعني services على جنب بعيداً عن وظف عشان تدخل شوية كاش. حتى الحاجات دي يعني بتخلص ومتعبة, ان احنا نقعد نعمل service لكلاينت ورا تاني, يعني B2B اكتر حاجة, شغل enterprise customization يعني مش scalable قوي. وفي فترة لما الواحد بيبتدي شركة ويقعد فترة طويلة جداً, الكاش في مشاكل ومش عارف في fundraise, الانرجي بتخلص. تمام. فاحنا كنا اوريدي مثلا بقالنا 3 سنين بنحاول نقوم حاجه مش قادرين نقومها, مفيش فاندنج, في حاجه كتير جدا محتاجين نعملها. فالواحد يعني بيتعب نفسيا, غير طبعا الضغط فروم من السوسايتي اللي هو انت يعني حد فاشل ما بتعملش حاجه, بشوف اي شغلانه من يعني اللي انت بتعمله دوت, يعني 3 سنين فتره طويله. بس فدي كلها بريشر بنفسي, غير طبعا البريشر الفاينانشال. مثلا انا شخصيا مثلا متجوز وعندي اولاد, فاللي هو يعني دي كمان يعني قعدت اول 3 سنين من الشركه يعني كومبليتلي بستلف للشركه, بستلف بيرسونال, فبتبقى مش ظريفه نفسيا, فلما بتطول بتبقى متعبه جدا. فكل الحاجات دي كان السبب ان احنا مش يعني مش قادرين نكمل. بس كان في ساعتها شويه ريفينيو قليل جدا, بس كان بطيء, فاللي هو مش قادر استنى لغايه ما يكبر. زائد كمان كان عندنا مشاكل كتيره جدا, يعني كمان عندنا مشاكل ليجل. كان الدومين بتاعنا اللي هو يعني كنا اصلا wasdaf.com, يعني كان عندنا قصه طويله كده with local investors, كانوا مفروض يقولنوستي أكواير الماجوريتي بتاعت الشركة, وبعدين الدنيا وقفت في 2012 لأسباب يعني سياسية واقتصادية. فاحنا عدنا سنة ونص تقريباً, كان الدومين بتاع الويب سايت ادنا للإنفستورز دول, فاحنا شغالين على الدومين, الشركة بتاعتنا مش معانا. تمام. فممكن واحد بزرار كده يقفل الحنفية علينا. فدي كمان كانت additional pressure, كان في علينا شيكات يعني ربع مليون جنيه. بس يعني كان في كميه ايشوز كبيره جدا, فاللي هو ما ينفعش. بس في الاخر يعني انا اعتقد ان الواحد لما يعني في ساعات لما الواحد يشتغل ولما يجي يفقد الامل ساعات, يعني لو عمل عليه ربنا يعني بيديله من حيث لا يحتسب. فانا بالنسبه لي كنا حصل غالبا وصلنا لكريتيكال ماس معين من ناحيه الشركات ومن ناحيه الوظائف ومن ناحيه الناس بتدور على شغل, الدنيا ابتدت تدور خلاص. بس يعني تصادف ان هي في الوقت اللي كنا خلاص مش قادرين نكمل وكده, الدنيا ابتدت يعني تقوم. هو طبعا البيشنس لي انا اعتقد ان يعني في عموما في في في
في الكام سنه اللي فاتت بالنسبه لنا كان في كميه لك كبيره جدا. بس بالنسبه لي لك از يعني ناس ممكن يتحكموا في اللك بتاعهم ان هو يعني يبرسيفير اكتر, يبقى في المكان الصح في الوقت الصح كتير لغايه ما يعني يجت لكي. فبس فده كان جزء كبير جدا يعني. كان في سؤال تاني؟ احنا برضو بما ان احنا ما كناش عارفين ان فند ريز فتره طويله, ما كانش في فاندنج خالص في الريجن, وانا شخصيا يعني سافرت 4-5 بلاد بيتشت الستارت اب بتاعتنا لاكثر من 100 انفستور في حتت مختلفه في العالم. كان دايما بيجي لي ريجكشنز, جزء منها انا ما يعني ما كنتش كويس قوي في البيتشنج قوي. وكان في ناس في مصر زي الموضوع بتاع بيت, ويعني الانفستورز اللي في ريجن ايذر دخلوا في بيت.com او دخلوا في اذر ويب سايتس اخطبوط وسايتس ثانيه موجوده في ريجن, فبالنسبه لهم كانوا في مودلز نفعت وفي مودلز مثلا دوت يعني دومينيتنج, فبالتالي الماركت ما يستحملش حد ثاني يطلع. فبالنسبه لهم كانوا لا انت ما فيش امل انكم تعملوا حاجه. فاحنا اضطرينا يعني ما عرفناش ان فند ريز يعني غير في 2013 لما بقينا بوزيتيف كاش فلو ونص مغطين الكوست بتاعتنا, اونلي ذن عرفنا نجيب اول انجل انفستور بعد 3 سنين. ماشي, اول واحد واثنين كان فيه اللي هو كون أدونيل الفاوندر بتاع سرمدي ورايز اب كوفاوندر وطارق فهيم, جم كانجل انفستورز بعد ما بقينا بوزيتيف كاش فلو. وبعدين كان في ايفنت في الاردن فيها ديف ماكلور وناس انفستورز ثانيين رايحين الاردن, فكان قال لي روح يعني بريزنت قدامهم. بس انا كنت برضو كنت فاقد الامل اللي هو يعني اي بيتشت كتير جدا, وقعد يعني يصر ان انا اروح وانا ما كنتش عايز اروح. وفي الاخر حتى كان في ام سي ايجيبت, كان شغال في ام سي ايجيبت, يعني خلاهم يدفعوا لي التذكره عشان اروح 3000 جنيه. بالنسبه لي كان مبلغ كبير ان انا ادفع 3000 جنيه عشان اروح الاردن. بس فروحت, حتى ما قعدتش في اوتيل, يعني رحت ورجعت في نفس اليوم, رحت عملت بيتش ورجعت, وكنت عيان وتعبان يوميها وببيتش وانا مستبيع. فسبحان الله يعني عجبهم البيتش, يعني يعني كنت اوريدي قدمت اصلا 500 ستارت ابس قبل كده, ما كان كنت عارف ان ما حدش في مصر قدم ولا 500 ولا في واي كومبينيتور قبل كده, بس يعني ما كانش في قدامي امل اي حاجه تانية, فقدمت وكنت ريجكتد برضو في 500 ستارت ابس. وبعدين لما اي بيتشت مع قدامهم في الاردن, فالراجل قال لي قدم عندنا, قلت له انا قدمت واترفضت, فقال لي قدم تاني وبعت لي ايميل. بس فقدمت تاني ورحت, كان اول ستارت اب من مصر تروح. وبعدين لما في الاخر انفستورز بيهتموا بحاجه اللي هي السوشيال بروف, اللي هو فلان حط انفستمنت فيك فانت غالبا جامد عشان فلان ده حط انفستمنت فيك. فلما جبنا انجل انفستورز الناس اللي بره بيقولوا ده جاب انجل انفستورز فاحنا هنحط. وبعدين لما 500 ستارت ابس دخلوا وفجاه بقى كل الفي سيز اللي كانوا في مصر اللي كانوا او في الريجن اللي كانوا مطنشنا تماما, فجاه بقينا بنفهم وجامدين وما حصلناش. وفي ناس كانوا يعني ريبيتدلي مره واثنين وثلاثه يعني ريجكتد ان هم يعني كومبليتلي مش مقتنعين تماما باللي احنا بنعمله او ان احنا هننجح. بعد ما رحنا 500 ستارت ابس كلمونا اللي هو مبروك يا امير وبتاع واحنا فخورين بيك ومبسوطين وكده يعني. بس فبعد 500 ستارت ابس برضو قعدت سنه ونص يعني سنه ونص تانيين بحاول برضو فند ريز سيريز ايه, عشان الفاندنج اللي اخذناه من 500 كان صغير. بس في الاخر البراند بتفرق لما يبقى في يعني انترناشونال انفستور, وظهرنا على الماب اوف جلوبال بوتنشال انفستمنتس, ففي في سيز انترناشونال كتير ابتدوا يشوفونا. بس يعني جت ورا بعضها. بس الانفستورز مثلا دخلوا معانا هم في الاخر شايفين ان مصر بوتنشال كبير جدا, يعني سواء كان 500 او الناس اللي دخلوا تانيين شايفين ماركت كبير جدا ما حدش بيبص عليه, كل الناس بيبصوا على السعوديه والامارات, او يعني ده غير طبعا سيليكون فالي والحته دي ثانيه. فبالنسبه يعني في طبعا غير اللي دخل معايا في مثلا روكيت انترنت برضو في ناس انفستورز البلان بتاعتهم ان هو يدخل في ايمرجنج ماركتس ما حدش ثاني داخل فيها خلاص,
مثلا روكت انترنت مؤخرا عملوا برضه بلاتفورم بتاع جوبز. اول حاجه ابتدوا فيها مثلا دخلوا مثلا ماركت زي ميانمار، كوت ديفوار، كاميرون، حاجات اللي هي ماركتس ما فيهاش انترنت تقريبا بنتريشن قوي، اللي هو ممكن واحد يدخل يعني هم بيدخلوا الماركت دوت وفي خلال شهرين ثلاثه يبقوا نمبر 1 في الماركت. تمام، فالناس دي بتفكر في الايمرجنج ماركتس اللي هي حاجه فيري لونج تيرم. تمام، المودلز اللي نفعت في الـ في الـ في الـ يعني الديفلوبد ماركتس حاجات دي ناس هتنفع بس هتاخد وقت، فاحنا ندخل بدري ناخد شير كويس والدنيا تكبر ومع الوقت هتكبر. بس أريد لك أبشير دستور الحقيقة يعني أنا عندي شوية فيزيبيلتي عن وظف، لكن حابب أسأل سؤال وتوضح لنا أكتر أنت شايف الأمر إزاي. أنت بتشوف وظف كبرودكت عادي جداً ريكروتمنت بلاتفورم داخل الماركت محتاج جداً ده فهيخش وهيملى المساحة بتاعته، أو بتشوفه ديسربتيف برودكت هيدخل، أنا كان دلوقتي وفي المستقبل يعني ديسربتيف برودكت هيدخل وهي هيغير معادلات كتيرة في حركة الامبلويمنت في مصر وهيintroduce حاجات ممكن جلوبلي تبقى بتغير دفة المودلز دي كلها. تمام، لا هو يعني احنا يعني بنحاول نحل المشكلة، كل ما هنحلها كويس كل ما هندسربت، فهو المودل نفسه يعني ما اخترعناش في المودل ان احنا نوصل للشركات، يعني الفكرة كلها في تفاصيل الافيشنسي ازاي بنعرف نوصلهم ببعض. بس اللي هو يعني ما هيش فكره جديده او حاجه، يعني الفكره ان الاكزيكيوشن ساعات بيبقى اهم بكتير جدا من الايديا نفسها. بس فاحنا يعني بنحاول نعمل على قد ما نقدر، وفي الاخر يعني كل ما هنطلع حاجات مور افيشنت في الاوبريشنز في البرودكت في الماركتنج كل ما يعني نقدر نغير يعني. And I wanted to ask you another question. Yes. We all know that Egypt is a mass market. تمام. It's huge. But does it really have enough cash to run a business and scale it up? So مشكلة يعني if you have a mass without the cash, it does not really work. Yes. But what do you think about this? هو طبعاً يعني كل بزنس بتبقى محتاجة كاش. في مصر بيبقى دايماً ال initial cash بيبقى صعب جداً، معظم الناس ما عندهمش زي برا savings كبيرة أو family and friends فلوس كتيرة options، فبيضطر نبتدي بمينيمال كاش. definitely إن إحنا نجرو بيبقى في محتاج funding أكبر بكتير جداً. للأسف في startups كتيرة في مصر كانت بتعمل حاجات كويسة جداً الكام سنة اللي فاتوا، في منهم كتير ما قدروش يكملوا mainly بسبب حتة الفاندينج. فعشان كده انا بالنسبه لي اي ستارت اب يعني محتاجه يعني فاندنج مفيش في مصر يعني يحاولوا يجيبوه من بره يعني، بس او نحاول يحاولوا يبقوا يعني جنريت ريفينيو انترنالي جيت كلاينتس يعني من الاول من بدري عشان ما يحتاجوش اصلا انفستمنت. Do you think there is a lack of trust issue between investors in the region and startups؟ لانه يعني انت اللي بتقول انه once you got the international recognition and the international investment regional investors became interested in you. تمام. Is there a trust issue? What's the problem when it comes to investment in the region at an early stage and maybe the next stage after being an early stage or the midway between A class and an early stage او series A and هي مش تراست، بس اعتقد ان في ريجنال او معظم ريجنال انفستورز مع احترامي ليهم كلهم يعني بالنسبه لهم مصر مش بوتنشال قوي. حتى الناس اللي هو اكبر يعني معظمهم يعني اللي هو في ناس بيسالونا اللي هو هتدخل السعوديه هتدخل الامارات لو ما عندكش فرصه هناك then يعني you're not interesting. تمام. وفي برضه في حته برضه عشان احنا في مصر هنا الكوست ستراكشر السعر المرتبات والحاجات دي كلها اقل جدا من الريجن، فبالتالي الفالويشنز والريفينيوز كل حاجه اقل اولموست تلت الموجوده في الريجن السعوديه والامارات وخمس بتاعت سيليكون فالي. تمام، كفالويشنز وكريفينيو وككل حاجه، فبنبان الفالويشنز ممكن تبقى شركه هنا سكيل بتاعها مثلا بتجيب مثلا مليون دولار في السنه ايفنتشوالي كانها بتجيب 3 مليون دولار في السعوديه، فالارقام صغيره فالانفستور بيبقوا اللي هو
مش مهتم ان تول سكيل بتاعكم صغير بالكرنسي اكسشينج والحاجات دي. يعني في ريجنال انفستورز كبار كانوا في رايز اب اللي فات بكلم معاهم فبيقولوا لي انتوا يو ار تو سمول فور اس. تمام. انا بالنسبه لي حد جاي مصر حاضر بيحضر رايز اب بيقابل ستارت ابس. احنا من السنه اللي فاتت كنا one of the fastest growing يعني تك ستارت ابس في مصر. فلو انا too small for you فبالتالي معظم الستارت ابس في مصر are too small for you. تمام. معظم الانفسترز في ريجن التيكت سايزز بتاعتهم مليون دولار وطالع. الشركات في مصر هنا محتاجين رينج اصغر من كده. Do you think there is a lack of investment in that range of startups? Because well, what you're saying is not only in Egypt, actually. I mean, this problem exists everywhere in the region, even in Jordan and Lebanon. This stage of startups where they need less cash than 1 million, let's say, they don't really find the funds. Because I personally think that people, companies at this stage, facing they face more risks of failure. That's why they unable to get investors interested in their businesses. Do you think it's the same reason in Egypt? لا يعني اعتقد حتى في لبنان والاردن there is يعني a lot of investments compared to حجم الماركت في مصر. يعني ممكن يبقى في لبنان فيها investments قد اللي بتحصل في مصر مع فرق الماركت والpopulation. ف يعني I think there are any a lot of reasons any special reasons لمصر أكتر من الأردن ولبنان. يعني طيب more questions. هو طبعا الرقم دوت ستيل قليل جدا بالنسبه لمفروض مصر. يعني اطلب بقى لهم 15 سنه دلوقتي. ليه؟ عشان حصل مثلا روكت انترنت انترستد في حته الفود فدخلوا في طلبات في الكويت ودخلوا في حتت كتيره فهم انترستد في السبيس دوت وحصل ان اطلب موجود قدامهم. ف يعني ده الكيس بتاع اطلب. تمام. يعني فتويته بسبب ده عشان هم قرروا يدخلوا في حته الفود خلاص. مع ان اللي زعل ان طلبات الكويت اللي اتباعوا ب يعني 100 بلس مليون دولار كانوا ناس في يعني انيشلي ناس طلبه في كويتين في مصر انسبايرد من اطلب. تمام. فهم يعني الاكس بتاعهم ب 100 بلس واطلب كان فرينج ال 10. فدي حاجه يعني فوري برضو تصادف ان وقته دلوقتي عشان وصل لسكيل معين. احنا الكيس بتاعتنا اللي هو يعني ما كانش يعني انا بالنسبه لي دي كلها كيسز انديفيديوال مش ترند حصل في البلد. يعني اتمنى يعني في انفستورز كتير جدا موجودين النهارده وبكره. فاعتقد يعني شايفين البوتنشال عامل ازاي وذر ريجنال او جلوبال. يعني 500 ستارت ابس عملوا فند جديد فقط للريجن بتاعنا. تمام. 30 مليون دولار تيكتس صغيره فدوت ممكن يعملوا بيه مثلا 100 200 شركه. تمام. فده سكيل ما كانش موجود اصلا قبل كده. فديفينيتلي الانفسترز شايفين البوتنشال بس حتى ستيل الجلوبال شايفينه اكتر من الريجنال. بس اظن احنا وي اكسيدد اور تايم. مظبوط. اوكي طيب خلاص. اورايت ثانك يو فيري ماتش امير. ثانك يو.